هنا كانت البداية. إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم سيكون عنوان المرحلة القادمة بإذن الله. من الكلمات رأينا البداية، ومن الفكرة حملنا رسالة، رسالة أشعلت عزمنا لنشمر كل ساعد لنصل بها معا لمستوى آمالنا. نتقدم حاملين عمان في قلوبنا نحو نهضة ظافرة، نهضة تتجدد في كل يوم يصادف 11 يناير، نهضة فيها نعاهد الله عز وجل على أن نكرس حياتنا من أجل عمان وأبناء عمان. عاهدنا الله على ذلك لنكمل حمل الشعلة جيلاً بعد جيل، لنكون نحن عنواننا القادم.